السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه فيها عده فوائد ان شاء الله يا سيدي ربي، والله يجعل فيها الشفاء لكل وحده محتاجه لها، امين. والانسان تيعمل اللي عليه وتيتسبب الاسباب والكمال على الله سبحانه وتعالى. اليوم غادي نقدم لكم واحد النبته اللي هي المريوت، معروفه عندنا احنا المغاربه باسم المريوت. كاين مناطق اللي تسميوها المريوت، وكاين مناطق اللي تسميوها المريوة، وكاين جهة ديال فاس تسميوها مرو الجريحي. علاش هاد الاسم؟ لان كانوا تيعالجوا بها النساء الجرح، فين ما تجرح شي طفل ولا شي واحد كبير ولا الجرح، تتعالج جروح تيدقوها تيحطوها على الجرح وتيبرا وما تيبقاش داك سيكاتريس، ما كتبقاش. اليوم غادي نقدم لكم هاد العشبه، ونقدم لكم واحد الفائده ديالها مزيانه للنساء اللي تاخروا في الحمل وعندهم البرد ولا عندهم شي ميكروب ولا برد ولا. المهم هاد العشبه راها مهمه وفعاله في هاد المساله بالضبط. النساء القدام كانوا تيديو قبطه كبيره مهمه ديال المريوت، كيديوها معاهم للحمام، يغسلوها مزيان وينظفوها ويديوها. ملي تتمشي السيده للحمام تتكب عليها داك الماء طايب وتتفرشها في البلايصه فين غادي تجلس، وتتجلس عليها مده هذيك الفتره اللي هي جالسه تتغسل حالتها في الحمام. ملي تتنوض تتغسل حالتها وتلبس حويجاتها تمشي لدارها. شنو دير ملي تمشي لدارها؟ ملي تمشي لدارها تكون عندها المرهوته في الدار، خلات منها في الدار. ملي خلات من هذيك القبيطه عاوتاني اللي خلات في الدار، غادي تهزها وغادي تكب عليها الماء طايب بحال اللي عملت في الحمام، وغتهز واحد توب نقي، توب راه عارفين نسى التوب ديال اللي تيستعملوا العيالات في العاده الشهريه، وغادي تعصرها بزاف من داك الماء وتخليها سخونه وتحطها في وسط داك قلب ديك الزيف وتطويه عليها هكذا، وديرو كي بحال ما العاده الشهريه بحال ديك الطريقه، وديرها تبات معها ان شاء الله يا سيدي يا ربي، ان شاء الله يا سيدي يا ربي بالجهد ديال الله سبحانه وتعالى غادي يجيب لها الله الشفاء، وغيجيب لها الله ان شاء الله ويفرحها سيدي ربي. ونتمنى ان شاء الله كل سيده سمعت هذا الفيديو، حيت هذا خاص بالنساء، ان شاء الله يا ربي ومكروبه وباغيه الوليدات، كنطلب اولا الله سبحانه وتعالى هو يرزقها، يرزقها الذريه الصالحه لا هي ولا الزوج ديالها ان شاء الله يا سيدي يا ربي. واللي عندها الله يحفظهم ليها والله يبارك ليها فيهم، امين. وكنتمنى ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو، هذا راه مهم، وهاد العشبه راه مهمه، كانوا النساء القدام بها باش تيتعالجوا. دائما ربي عطانا العلاج في الاعشاب، الله سبحانه وتعالى. هاد الادويه كلها اللي تناخذو من الصيدليات كلها جايه من الاعشاب، ولكن هاد الادويه صنعوها ناس اللي هما قراو علوم اللي حنا ما تنعرفوهاش، قراو علوم وقراو يعني سنوات ديال القرايه وديال البحث وديال التجارب عاد باش يوصلوا لواحد النتيجه وتتكون عندها اضرار. هاد الادويه كلها نافعه ولكن كتعالج لك حاجه ودرك حوايج اخرين. اما هاد النبته هادي اللي استعملها بطريقتها التقليديه البلديه ديال الناس المغربيات الحرات ديال زمان، ان شاء الله يا سيدي يا ربي تيجيب عليها الشفاء، وما تيكونش النتائج السلبيه ابدا، ما تتكونش، ما كاين حتى شي نتيجه سلبيه. نتمنى ان شاء الله يا سيدي ربي نجربوه يا السيدات ويا البنات اللي تزوجتوا وباقي تاخر عليكم الحمل، كنتمنى من الله ان شاء الله يا ربي يعطيكم الذريه الصالحه، وجربوها ما تعجزوش عليها، وموجوده في جميع انحاء المناطق ديال المغرب، موجوده وكثيره. المهم اللي في المدينه لداخل وما عندوش وما جبرش كيف يجيبها، راه تتكون في جنب الطرقان اولا وصيمو النعناع، وصيمو النعناع وما يجيبوهم لك، توصي وتقول له الله يرحم والديه محتاجها يجيبها لك، والله يرحم ليهم الوالدين تنوصيوهم على رجلا، نوصيهم على بزاف الحاجات تيجيبوهم، تنحييوهم الناس اللي تيبيعوا النعناع، تنحييوهم من هذه القناه وتنشكروهم لان تيجيبوا لنا بزاف الحاجات تنوصيهم عليها.
ديال الربيع ان شاء الله يا سيدي ربي توجدوها وتجبروها في المنطقه اللي كل وحده في المنطقه اللي هي ساكنه فيها وتجربها، وان شاء الله يا سيدي ربي ما تخرج 2021 حتى تكون ان شاء الله البنت ولا السيده اللي تاخر عليها الحمل فرحانه. البنت اللي يلاه كيفاش تجوجت تتكون حيره ما عارفاش ما عارفه حتى حاجه، والمرأة اللي تجوجات سنوات هذه وتأخر عليها الحمل الله إن شاء الله يا سيدي ربي في كل كربة ديالكم جميعا ويرزقكم الذرية الصالحة جميعا. وتنأكد استعملوا هذه العشبة إن شاء الله ما غتندموش، بالعكس غتبقاو تنصحوا بها شحال من وحدة عزيزة عليكم وتتعرفوها. تنشكركم على المشاهدة وتنتمنى تشاهدوا هذا الفيديو، ونشكركم على المشاهدة وإلى فيديو آخر.